هي مش بس المنتخب الالماني، هي تقدر تقول كده الكره الالمانيه كلها بشكل عام كره ليها كل التقدير والاحترام، يعني فيها كل عناصر التفوق، القوه، السرعه، الناحيه البدنيه اللي على اعلى مستوى، الانضباط التكتيكي، الحاله الجماعيه اللي تتمناها في اي فريق كوره، لكن على مستوى المهاره ما كانش فيه. اه طبعا كل جيل هتلاقي فيه فلته، يعني في فتره من فترات كارل هانز رومينيجي، في فتره من فترات لوثر ماتيز، في فتره من فترات ممكن تقول مايكل بالك، في ماركو رويس دلوقتي، ونجمنا النهارده كان واحد من النجوم دول الحقيقه اللي انا حبيتهم جدا، حبيت ان انا اتفرج عليهم واتابعهم، بيير ليتبارسكي نجم المنتخب الالماني السابق ومدرب ايضا فولفسبورغ وباير ليفركوزن، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي. خلوني بدايه طبعا وانا واحد الحقيقه كنت من معجبينه، يعني اتفرجت عليه وانا صغير جدا، بس كنت بحب جدا بيير ليتبارسكي وكنت بحب جدا اتفرج عليه. بيير ليتبارسكي اهلا بيك على شاشه الاهلي وشكرا على وجودك معانا ومشاركتك في السادسه، اهلا وسهلا. شكرا ومبسوط جدا بتواجدي معاكم النهارده. مش عارف انت اتفرجت، يعني احنا كنا مجهزين كده ويلكم كليب في مجموعه من لقطات والاهداف اللي انت سجلتها مع منتخب المانيا، مش عارف شفتها؟ لو بيير ليتبارسكي كان بيلعب النهارده تفتكر كان ممكن صفقه يدفع فيها كام؟ سؤال صعب جدا، لكن اظن ان انت اللي تقوله يعني كام دلوقتي، لكن سؤال صعب جدا ما ينفعش اقول. لا انت بالتاكيد واحد من اهم النجوم اللي جم في تاريخ الكره الالمانيه ويسعدنا جدا مشاركتك معانا النهارده. طيب خليني ابدا الكلام بقرعه الشامبيونز ليج، قرعه يمكن اوقعت الفرقتين الافضل الموسم الحالي بايرن ميونخ في مواجهه مانشستر سيتي. ازاي بتبص للمباراه دي، وهل بتشوف انها المباراه الاقوى والاصعب في دور الثمانيه، ومين فرصه اكبر من وجهه نظر ليتبارسكي؟ أظن أن لكل المنتخبات الموجودة دلوقتي أو الفرق الموجودة دلوقتي كويسة جدا جدا وصوت بعض، هيعملوا مباريات صعبة جدا وكويسة جدا، وشايف أن بايرن ميونخ عندهم مشكلة كبيرة أو قدامهم يعني مباراة صعبة ضد مانشستر، لأن دايما بيبقى عندهم بعض المشاكل لما بيواجهوا الفرق الإنجليزية. مين فرصه أكبر في الوصول للمباراة النهائية من كل طرف؟ يعني عندنا طبعا أربع فرق من العيار الثقيل في ناحية، مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي، والناحية الثانية طبعا الأندية الإيطالية في مواجهة بورتو البرتغالي، نابولي، الميلان والإنتر. أظن أن مانشستر سيتي هي مفضلة بالنسبة لي في الشامبيونز ليج، ولكن سر أو أنا عندي سر في هذه البطولة، وأن نابولي هيكون فرقة كويسة جدا، هيبقى أداء عالي جدا. من الأندية اللي لفتت النظر بشكل كبير رغم أنه الفريق تخلى عن عدد كبير جدا من الأسماء اللي كانت يعني نقدر نقول عليها من ضمن القوام الرئيسي في مين لفت نظرك في فريق نابولي السنه دي؟ وازاي بتشوف طبعا سباليتي المدير الفني ودوره مع الفريق؟ عندهم كثير من اللاعبين كويسين، من افضلهم اوزنهان وكفاراتشيليا، دول من افضل اللاعبين اللي انا شايفهم دلوقتي. لو اتكلمت على باير ليفركوزن، وانت يمكن كنت يعني توليت مسؤوليه الفنيه لليفركوزن في وقت سابق، شايف ازاي فرصه خصوصا في وجود عدد من الاسماء الكبيره واللي تعودت على التتويج ببطولات اوروبا في نفس البطوله، في بطوله اليوروبا ليج، بنتكلم على مانشستر يونايتد، بنتكلم على يوفنتوس، بنتكلم على روما، بنتكلم على اشبيليه طبعا اللي حقق اللقب قبل كده. ليفركوزن بتلعب كويس جدا في الدوري الاوروبا او كاس اوروبا، وهم بيلعبوا في الوقت الحالي بيلعبوا باحسن من الدوري الالماني بكتير، وعندهم فرصه كبيره جدا جدا انهم يفوزوا.
لو رحنا للدوري الألماني، هل شايف انه البايرن حسب حسم اللقب في النسخة الحالية، ولا تتوقع انه يكون في مفاجآت؟ وايه سر من وجهة نظرك طبعا بصفتك واحد من اكبر نجوم ألمانيا الاستحواذ او الهيمنة البافارية على بطولة البونز ليجا؟ أظن أن بايرن أن كل النوادي الموجودة دلوقتي عندهم كثير من اللعيبة الكويسين، وفي عندنا بايرن ميونخ، عندنا دورتموند ولايبزيج ونيون برلين وفرايبورغ كمان. عندنا بايرن ميونخ بتركز دايما على الشامبيونز ليج، عشان كده هم دايما في المقدمة، عشان كده هم دايما بيأدوا أحسن أداء. منتخب ألمانيا مع هانس فليك، إزاي بيشوفوا ريدبارسكي، وإزاي أو كان إيه تقييمك لمشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم؟ أظن في الوقت الحالي عندنا دلوقتي كثير من اللاعبين أنا بفضلهم دلوقتي أو مفضلين عندي، عندنا موسيالا وعندنا فيرتس من ليفركوزن. كمدرب بالتأكيد تابعت كتير من تجارب اللاعبين المصريين في الدوري الألماني، مين أكتر الأسماء أو التجارب المميزة من وجهة نظرك اللي شاركت مع الفرقة الألمانية أو لعبت في الدوري الألماني؟ يعني تعني دلوقتي في الوقت الحالي صحيح؟ لا يعني عموما، يعني في فترات كتيرة جدا شارك لاعبين مصريين يمكن تابعتهم أو شفتهم مع فرقهم، إذا كنت تتذكر اسم أو لفت نظرك اسم أو تجربة منهم يهمني أسمع رأيك فيها. عندي اللاعب المفضل من مانشستر يونايتد، عندنا دلوقتي اوكي عندنا دلوقتي من مانشستر يونايتد في كثير من اللعيبه اللي انا اتعاملت معاهم وهم المفضلين بالنسبه لا انا بتكلم على اللاعبين المصريين اللي لعبوا في الدوري الالماني لانديه مختلفه، سواء حاليين زي عمر مرموش او سابقين، في عدد كبير من اللاعبين المصريين زي محمد عماره، زي هاني رمزي، زي محمد زيدان، ياسر رضوان وغيرهم كتير، سمير كمونه لعبوا في الدوري الالماني، هل في لاعب منهم لفت نظرك اهم اللاعبين اللي نجحوا في الملاعب الالمانيه لاعبين مصريين؟ افضل لاعب طبعا مصري عندنا محمد صلاح، ولكن في الحقيقه عمر مرموش بيلعب كويس جدا، ودلوقتي هو كان بيلعب في فولفسبورغ وأدى كويس جدا جدا، وكان من الناس الملتزمة، كان بيلعب كويس جدا جدا في فولفسبورغ، وأنا أظن أنه من أفضل اللاعبين المصريين في المنتخب الألماني دلوقتي أو بداية في ألمانيا دلوقتي. من النسخة اللي جاية كأس العالم هيظهر لأول مرة ب 48 منتخب، رأيك في التعديل الجديد أو الإضافة الجديدة اللي حطها الفيفا على النسخة القادمة من كأس العالم، وهل هتكون لمصلحة البطولة؟ هل هنشوف فيها كرة مستويات كرة أفضل، ولا أنت مع وجهة النظر المختلفة يعني أو المعاكسة؟ رأيك في النسخة القادمة من كأس العالم للمنتخبات اللي هتستضيف 48 أو يظهر فيها لأول مرة 48 منتخب، هل بتشوف أنه القرار اللي خده الفيفا بزيادة عدد المنتخبات كان أفضل وهيضيف للمستوى الفني البطولة وقوة البطولة ولا لأ؟ دلوقتي هيبقى موجود الكثير من النوادي، وهيكون ودلوقتي 48 ده رقم كبير مش صغير، وهيبقى صعب جدا على اللاعبين، وهيبقى في منافسة قوية جدا جدا من وجهة نظري.
افضل المدربين الالمان في الوقت الحالي من وجهه نظر بيير ليتبارسكي، توماس توخيل، يورجن كلوب، ناجلزمان، هانس فليك. يورجن كلوب من وجهة نظري أنه هو كويس جدا، لأنه هو خلى الفرقة أفضل كثير في الوقت الحالي. هل أنت مع استمرار يورجن كلوب في تجربته مع ليفربول، ولا بترى أنه عليه أنه يبحث عن مشوار جديد مع نادي جديد في أوروبا؟ طبعا من وجهة نظري أنه المفروض يكمل مع ليفربول، واتمنى دايما ان هو يدرب المنتخب الالماني. بيير ليتبارسكي نجم منتخب المانيا ومدرب فولسبورغ وليفركوزن، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وشكرا على وقتك، وشكرا على وجودك معنا في السادسة.